متتبعي قناة الصحة والسعادة، السلام عليكم. البيض البلدي كيتعتبر من الأغذية السوبة أو الكاملة كيف ما كيقولوا في ميدان التغذية. منذ آلاف السنين كانوا كيستهلكوا الأجداد كغذاء رئيسي في الطعام ديالهم، ماشي تناول. وركزوا معايا مزيان على هذا الرئيسي اللي غادي نرجعوا لها من بعد. البيضة الواحدة كيكون فيها ما بين 50 حتى 60 غرام، كيف ما كنعرفوا كتكون من جوج ديال الطبقات، البيض والصفر. البيض المكون الرئيسي ديالو هو البروتين، وماشي أي بروتين. تخيلوا معايا أن البيض ديال بيضة واحدة فيه 40 نوع من أرقى البروتينات على الإطلاق، كيف ما كيقولوا في ميدان التغذية دي بروتين نوبل. المهم بلا ما تعمق في الموضوع، لان ماشي هادشي علاش بغيت ندوي. ندوزو دابا الصفر ديال البيض. الصفر ديال البيض فيه بزاف ديال الفيتامينات الدائبه في الدهون، بحال فيتامين او، فيتامين دي، وفيتامين ك. اما المعادن فاسمعوا معايا مزيان، فيه الحديد، الكالسيوم، الفوسفور، السيلينيوم، الفولات، البوتاسيوم، الزنك، والقائمه طويله. ولكن المكون الرئيسي ديالو او النسبه الكبيره فيه هي الدهون المشبعه والكوليسترول. وماشي نسمعوا الكوليسترول ونتخلعوا، لا، لان الكوليسترول شي حاجه اللي ضروريه للجسم، لانه كيصلح الخلل اللي كاين في الجدران الداخلي ديال الاوعيه الدمويه، وكيساعد على امتصاص فيتامين د فاش كنتعرضوا لاشعه الشمس، وهو اللي كيكون ديك العصاره الصفراويه اللي كتكون في الكبد اللي مهمه بزاف في عمليه الهضم، وزيد وزيد. ولكن القاعده كتقول اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده. المصيبه الا ما خفت نبالغ، فجميع الاغذيه اللي كنتناولوا في الفطور ديال رمضان فيها كميه كبيره ديال الكوليسترول، بحال الشباكيه والبريوات والمسمن والبيض والحريره والحليب إلى آخره. المشكل هو أن الاحتياجات اليومية من الكوليسترول كتراوح ما بين 300 حتى 400 ميلي غرام، وبيضة واحدة فيها حوالي 180 ميلي غرام. إلا كلينا غير جوج فغادي نكونوا وصلنا لسقف احتياجاتنا اليومية من هاد المادة، ولزنا الشباكية والبريوات والبقية راكم كتعرفوها، فما غادي يسالي رمضان حتى غادي يكون عندنا ارتفاع في الكوليسترول، وغادي نكونوا معرضين لبزاف ديال الأمراض الخطيرة. هنا غادي نعطيكم واحد الحيله اللي يمكن لكم تستعملوها. الطبله ديالكم ديال رمضان ضروري يكون فيها الخبز ديال الشعير بالنخاله. علاش؟ لان فاش كنستهلكوا كميه كبيره ديال الكوليسترول اش كيوقع؟ الجسم كياخذ النسبه اللي خاصه، والباقي هو اللي فيه المشكل. هنا ديك النخاله اللي تناولنا في الخبز او البطبوط او كتمص لينا داك الكوليسترول اللي زايد، وكتخرجوا من الجسم مع الفضلات. بالنسبه للاطفال البيض مهم لهم بزاف، فيمكن لهم ياكلوا اكثر من جبيضات في اليوم. علاش؟ لانهم كيتحركوا بزاف ولازمهم طاقه اضافيه، وحتى بالنسبه للكبار. ولكن بشرط، وهنا فين كاين ليكسيبسيون، خاص هاد الناس يكونوا كيمارسوا رياضه، اولا طبيعه العمل ديالهم تكون مرهقه، يكونوا كيخدموا بالعضلات ديالهم بحال الحرفيين بحال. المهم اما اصحاب البيروات واللي النهار كامل هما جالسين، فلازم عليهم ما يتعداو جوج بيضات في اليوم، وما يزيدوا معاهم حتى شي حاجه اخرى فيها الكوليسترول. للاشاره اصحاب البيروات ما عندي معاهم حتى شي مشكل، وانا واحد منهم. غير تعبير جا هكا، شحال من واحد منكم غادي يقول لي شنو الفرق ما بين البيض بلدي والبيض الرومي؟ مزيان، هذا سؤال زوين. الدجاج بصفه عامه كيف ما كيعرف الجميع كيعطينا بيضه في النهار، وفي الكواره ديال الدجاج اللي كيكون مسدود عليهم كيطفيو عليهم الضوء جوج مرات في 24 ساعه. بالنسبه للدجاجه انفو الضوء كيتقطع صافي، راه النهار اخر دخل عندها، وبهذا فكتعطينا جوج بيضات في 24 ساعه، وكيعاونوها بالعلف، بين قوسين داك العلف شنو كيكون فيه الله اعلم. المهم ما بغيتش ندخل في هذه القضيه هذه، لان تجرنا حوايج اخرين. خلينا في البيض، كيعلفوهم باش ان داك البيض يكون كبير وزوين في الشوفه الى اخره. لهذا فبيضه بلديه وحده التركيز اللي فيها ديال المواد الغذائيه احسن بكثير من جوج او ثلاثه ديال البيضات روميات. زائد الدجاج الرومي كيجري وكيقلب على الماكله ديالو بوحده، وبهذا نسبه الكوليسترول في البيض ديالو كتكون ناقصه وبزاف. المهم كنتمنى اني نكون عطيتكم فكره على البيض بصفه عامه، وانكم بديتوا كتفرقوا ما بين البيض البلدي والبيض الرومي، والكميه اللي خاصكم تاخذوا بار جوغ. ما بقى لي الا نبارك لكم هذا الشهر المبارك، كنتمنى انه يدخل عليكم بالصحه والسلامه، والى حلقات قادمه مع موضوع اخر ان شاء الله.